دكتور باسل، هعود إلى حضرتك على الهجمات المتتالية التي تمت في الأيام والأسابيع الماضية. من ساعة ما الأزمة دي بدأت لازم يحطوا اسم مصر في جملة مفيدة، سواء على أي فشل، سواء على أي كذا، وإسرائيل بالذات وتضرب الـ 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 الحدوتة وتبدأ تلعبها وكذا. ولكن اللي أنا ملاحظه أن هناك أولا زيادة في ده، ثم ايضا تدخل من الاعلام الامريكي اللي ثبت فشله. يعني الاعلام الامريكي مش قادر يقطع الراي العام الامريكي نفسه، فيبدا يخش علشان يدخل مصر في حواديت كده مبهمه وغيره. رايك ايه كسياسي، ورايك ايه في مين اللي يرد عليهم؟ صحيح، يعني انا متفق مع حضرتك انه طبعا في شبوره وسحابه حوالين دور مصر، وده بشكل واضح احنا كسياسيين فنعرف ان مصر بتلعب دور قوي، يعني من غير ما حد يكلمنا ولا نعرف ايه اللي بيدور في الغرف المغلقه. لما يتم التصريح باسم ضابط في المخابرات المصريه، ضابط كبير وعنده قدره على التفاوض ومشهور، بعد عرفنا بقى يعني لما خبر طلع عرفنا ان هو موجود في كل التفاوضات، فيتم التصريح باسمه والزج باسمه في CNN، يبقى دي محاوله لابعاد هذا الضابط المتميز. على طول عرفنا ان الراجل ده راجل محترم وراجل عظيم وعنده قدره على التفاوض. الطريقه دي وابعاد مصر، الكلام اللي بيتقال دلوقتي على انه المفاوضات عايزين ينقلوها قطر ما تبقاش في مصر، في حديث داير بقاله ساعات ان يتم نقل المفاوضات، كل ده معناه ان مصر واقفه حجر عثره امام إسرائيل. الطموح الاسرائيلي في تصفيه القضيه والتهجير القسري، وانها تدوس على الشعب الفلسطيني وما تدخلش مساعدات وتضغط عليهم لاقصى درجه. فكل ده بيبين ان مصر واقفه صلبه وان احنا امام. وهل تعتقد ما هم هاجموا قطر برضو قبل كده؟ ايوه. وهل تعتقد ان قطر هيختلف موقفها عن موقف مصر؟ ما احنا منسقين مع بعض. وانا اتصور ان قطر لن تقبل التفاوض حتى في قطر بدون طرف مصري. ما طبعا مستحيل. ما هي مصر هي احنا البوابه. انا عايز اقول لحضرتك لانه سؤال الصين ده سؤال مهم جدا. زياره الصين اكيد مترتبه بقى لها فتره. طبعا. ودي حضرتك زياره اسمها زياره دوله. الزيارات الرسميه ثلاث انواع، زياره دوله، زياره رسميه، زياره خاصه. زياره دوله دي اعلى درجات الزياره. المدافع 21 طلقة، في غزاء عمل كبير في مع كل القيادات الصينية، ممكن يبقى في كلمة للرئيس المستضاف أمام البرلمان الصيني، يعني دي زيارة متميزة جدا جدا. وعرفنا كمان أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيدعى لإلقاء كلمة في المنتدى العربي الصيني. عارفين جدا أن مصر والرئيس مهتم قوي بتكنولوجيا المعلومات وتوطين التكنولوجيا. طيب العالم بيحاول يستبعد مصر، ومصر عند الصين من أكبر القوى، أحد الخمسة اللي عندهم حق الفيتو، مصر بتستضاف كأعلى درجة استضافة. طب الرسالة الأخرى إن مصر بلد قوية مستقر، وإن الرئيس غير منزعج بما يحدث على الحدود، والرئيس خارج القطر المصري الآن، والدولة مستقرة جدا، والجيش مستقر، والدولة يعني على أهبة الاستعداد. كل دي رسائل متميزة جدا، وبتدي رسائل عكسية للرسائل اللي بيحاول انجالب الاسرائيلي ان هو يديها للمجتمع العام. فانا بتصور كمان ان زيارة الصين دي برغم ان هي مرتبة، بس هو ربنا اللي بيرتب الامور، ان توقيتها حاسم جدا. هي محددة من 6 أشهر طبعا. الصين احد الدول اللي بتعترف كمان بفلسطين، وبعدين الصين نهجها الدبلوماسي شبه النهج المصري، بتعتمد دايما الحلول اللي ليها علاقة بالتسويات، برغم ان عندها قوة عسكرية كبيرة، يعني مع الفارق، لكن احنا كمان كده، احنا عندنا قوة عسكرية كبيرة في المنطقة، اقوى جيش عربي، اقوى جيش موجود في المنطقة، 11 على العالم، لكن بنعتمد برضو التسويات. فالتقارب ما بين القرينان او الشبيهان ده تقارب مهم جدا ويحسب للسياسة المصرية، وهو الحقيقة كمان رسالة عكسية لكل الرسالات اللي بتدعو لتهميش بالظبط دور مصر. سيادة النائب، ايه حكاية ان كل شوية يقولك لا والله ده فشل المفاوضات سببه مصر، رغم ان هم يعني المسائل المعلنة ده هو كله ورق معروف متوزع على الكل، يعني انت عارف فوتي كوبي وتفضل يا باشا ادي 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 ونفس الشروط المصرية والمقترحات المصرية والمعلنة من ديسمبر اللي فات يا جماعة، انا قايلها هنا في البرنامج في اول يناير. خليني بس يعني في نقطتين سريعتين كده في الحديث السابق، نقطة ان نقل المفاوضات لقطر او الكلام ده، عايزين بس نشير لحاجة، هو اللي رجع قطر مين للمفاوضات؟ ده مصر، مصر رجعت قطر، ان مصر كان قطر كانت انسحبت وقالت انا منسحبة من المفاوضات ومش هكمل. ما هم عايزين يخرجوا عايزين يخرجوا العرب بأي شكل. فالتنسيق المصري القطري ده تنسيق ما فيش فيه خلاف، وعاوزين نقول من اليوم الأول، لو احنا بس لاحظنا كده من اليوم الأول من يوم الأزمة
الاول لا ده مصر هي اللي واقفه قافل المعبر وهي اللي ما بتعديش المساعدات. يجي الامين العام للامم المتحده يقف على المعبر وانا هو في المعبر وهو حتى يمكن شفنا الدكتور ديار وشوان يا جدعان اللي عاوز يعدي ما بيقول يعني ليه اللي عاوز يعدي من الاعلام يتفضل من الاعلام الاجنبي تفضل المعبر اهو بس احنا مش مسؤولين عنه. وبالفعل الكل اعترف بمدى خطوره الوضع الامني اللي موجود ما بعد المعبر مصر. الناحيه الثانيه كل شويه اسرائيل بتضرب المعبر من ناحيه الجانب الفلسطيني عشان تمنع مرور فمن اليوم الاول هناك اكاذيب، من اليوم الاول هناك محاولة ان احنا نبعد مصر تحديدا عن التفاوض، لان هي اسرائيل مقدرة جيدا وتعلم جيدا مدى قدرة المفاوض المصري، مدى قدرة الدولة المصرية، مدى صلابة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، ان الموقف المصري لن يحيد. هو دور شبه يعني مش عاوزين نقول محايد، هو ليس بمحايدا، احنا مش محايدين في المسألة، احنا متبنيين القضية العادلة، احنا محايدين بالمعنى العادل. دي قضية القضية الفلسطينية قضية عادلة، ويمكن احنا الوحيدين ويمكن ده برضو لابد ان احنا نشير اليه، احنا من اليوم الاول كان الجميع بيتحدث عن معونات، الجميع بيتحدث عن لا احنا من اليوم الاول بنتحدث عن دولة فلسطين، دولة فلسطين دولتين، وده اللي احنا وصلنا له في النهاية. يعني برضو ده نجاح كبير من الدولة المصرية، ان احنا في النهاية قدرنا نستطيع ان كثير من الدول قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة بالأغلبية اللي اعترفت بدولة فلسطين، دولة الدولة الأخرى ودول كبيرة بحجم أسبانيا، يعني دول كبيرة بتعترف بدولة فلسطين، أسبانيا وأيرلندا والنرويج دي جوه، لا ولسه والباقي جاي، ولسه جاي الباقي، دول دول مش إيه مش صغيرة يعني في الحجم ده برضو كان نتاج إيه؟ ما إحنا نلاحظ برضو كان اللقاء نترقب كده الورا شوية، اللقاء المصري بين الرئيس فتحي السيسي والرئيس الأسباني والموقف رئيس الوزراء الاسباني والموقف الاسباني المتغير بعد هذا اللقاء المعلن على الهواء واللي كلنا سمعناه، والموقف الاسباني تغير. فاستطاعت مصر بقوتها وقوه الدوله المصريه انها تغير. احنا لو راعينا برضو رجعنا وشفنا الموقف العالمي تجاه القضيه الفلسطينيه كان في البدايه الاول عامل ازاي، ده صحيح جدا. خليني بقى معلش، ده صحيح وكل ده على فكره نتناقش فيه وهنقعد وسيسجل لمصر سريعا جدا في كلمه واحده، هل تتوقع أن ترضخ إسرائيل في خلال الأيام القادمة ويتم تهدئة الموقف وإقرار هدنة؟ أتوقع ذلك. والمؤشر ليا التداعيات اللي بتعملها إسرائيل هو ده راعي أن هو واصل في النهاية وعنده قناعة بصلابة الموقف المصري وتغيير جزئي برضو في الموقف العالمي، أن احنا لازم أن نصل في النهاية لجلسة مفاوضات. فبالتالي اللي بيعمله الوقت نتنياهو في إسرائيل والاعتداد الغاشم ويعني محاولة بقى كذب زي ما بيقولوا كده أرض. فبتوقع أن خلال الأيام اللي جاية إن شاء الله دكتور باسل النفس الأخير بالنسبة له هيكون إيه في الأمم المتحدة؟ أمريكا لسه هتستمر في الحماية؟ طبعا أمريكا عاملة مظلة حماية لن تتغير، وأنا لا أتوقع تغيير في السياسات الإسرائيلية إلا لو حصل انقسامات داخلية ذات مغزى ومؤثرة وعميقة.